بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا جيت امبلوي اللي بديها الاي دي بتاع الموظف وبترجع لي الداتا بتاعته كلها كامله، اللي عباره عن داتا كلاس. عايزين بقى نستخدمها في بروجرام بسيط، نقول لليوزر لو سمحت دخل رقم الامبلوي اللي انت عايز تسيرش عنه، يدخله وقوم انا جايب له الداتا ديت واقوم طابعها له. لو لقيتها لو ما لقيتهاش هقول له ان اليوزر بالاي دي ده مش موجود. بس دي فكره البرنامج البسيط. فهعمل ايه؟ فجيت في المين فانكشن قلت له برنت على طول، قال له انتر ايه الامبلوي اي دي، دخل لنا الامبلوي اي دي اللي انت عايزه، اللي انت عايز تسيرش فور. تمام، كولون انت عايز تبحث عنه. فال الاي دي بقى الفاريبل بتاع اللي هو هاخده من اليوزر اللي انا هريده. فقلت له ريد لاين دوت تو انت، هاخد اللي انا قريته واحطه جوه الفاريبل اللي اسمه اي دي، عشان اقدر اعمل بقى ايه، نرجع على الفانكشن بتاعتي اللي عملتها من شويه اللي هي فال. طبعا هترتب لي امبلي، فقلت له عرفت فال ام ودي بيجي جيت امبلي وبعت له الاي دي اللي انا لسه مدخله. فجيت امبلي دي اصلا ما تاخد الاي دي بترتب ليك ايه امبلي داتا كلاس ببياناته. تمام، اهي بترتب لي الايه الامبلي او نل. خلاص، فانا هقول له طيب برضو النل دي تبقى مهمه بالنسبه لي، فاقول له اف ان الامبلي لو كان لا يساوي نل يبقى في داتا، يبقى انا هشتغل عرض البيانات. ممكن نختصر دلوقتي بما نقعد ننسق على طول، اقول له اطبع الامب لان هو بيطبع بشكل اصلا منسق اساسا، اللي هو الداتا كلاس اصلا بيتعرض بشكل منسق. إلس معناها ان الامب جه نال، معناها ان هو عمل نيكست نزل اول رو ما لقاش رو اصلا، فمعناها ان مفيش اصلا موظف بالاي دي ده. فاقول له ذيس اي دي داز نوت ايه داز نوت اكزيست وخلاص، الاي دي ده مش موجود او الموظف بياناته مش موجوده بالاي دي ده كده. ف نبدا بس، هو خلاص كده البرنامج الجميل البسيط ده. تعال نعمل كليك يمين كده ونقول له ران. فاقول له دخل رقم الموظف، قلت له ماشي الموظف رقم 13. قال لي this id does not exist. تمام مظبوط، يعني فعلا ما عندناش موظف برقم 13. قلت له طيب انتر امبلي تو سيرش فور 11. قال لي الاي دي اللي هو 11، اللي اسمه عدد صبور، اللي جندر ام، الايميل عدد صبور @gmail.com، اللي السالري مش عارف كام كده. كلام جميل جدا كده. اما عملنا البحث بالشكل ده ما كانش فيه مشكله. طب نسيرش مثلا على موظف رقم واحد، قال لي وقال لي بقى رقم واحد اللي اسمه كذا وبياناته وهكذا. السلام عليكم.